في جناح من معهد الموسيقى الباريسي الذي شيد مؤخرا في العاصمة الفرنسية، قدمت دار كينزو للأزياء مجموعتها لخريف وشتاء هذا العام، مجموعة مستوحاة من ما يرتديه الشبان في العالم من قطع في حياتهم اليومية وما يقومون به من أدوار في المجتمع الذي يعيشون فيه، فجسد ذلك في قطع البعض منها رياضي وأخرى تناسب جيلا يحب الموسيقى والنشاطات الخارجية. The idea of a tribe mentality means to us and how you communicate and that you celebrate each person as individuals and each person has a role in this community. I think we were exploring the idea of symbols and how you use symbols to communicate. And I think that to us was very, very interesting. And so we wanted to incorporate some of those motifs into the collection. استخدم مصمما المجموعة كارول ليم وأمبرتو ليون أقمشة عدة لحياكة القطع كالنايلون والبوليسترول الواقي من الماء وكذلك الصوف. أما الألوان فتراوحت بين البرتقالي والخمر والزيت التي تناسقت مع الأسود الذي حيكت منه معاطف طويلة وباكارا. Actually, I was most attracted to the bags and the shoes were amazing this time. And they've gone with knits rather than prints on a lot of the sweaters again. I think it's fantastic. Amazing colors too. اكسسوارات كينزو التي لم تستخدم منذ فترة في عروض هذه الدار عادت إلى الوجهة هذا الموسم، كالحقائب بأحجامها المختلفة والقفازات الجلدية وكذلك الأحذية الشبابية التي لاقت شهرة في مدن آسيوية كطوكيو وسيول. Très belle performance, j'ai trouvé le défi bien réussi avec des très belles couleurs. Surtout des très belles vestes. J'ai vraiment adoré. Ouais. بعد مرور ما يزيد عن 50 عاما على تأسيسها، ما زالت دار كينزو تعتمد المظهر الياباني في عرض مجموعاتها، طريقة تذكر ببدايات مصمم دار الأزياء هذه، أي الياباني كينزو تاكادا. ليث بزاري، العربية، باريس.